كلنا عارفين ان العقار دايما هو افضل وامن استثمار، وعلشان تحقق اعلى عائد من استثمارك لازم تختار المكان اللي يحقق لك ده، واللي اكيد لازم تتوفر فيه شروط معينة، من اهمها اختيار مكان مميز وقريب من كل الخدمات، ويكون تخطيطه المستقبلي مميز، تكون أنظمة السداد مريحة وميسرة، وإن أسعار الشقق في المنطقة في زيادة تصاعدية علشان تقدر تحقق أكبر عائد من استثمارك. وإحنا في شركة إنماء المعمارية كنا حريصين إننا نوفر لعملائنا الشروط دي في أي منطقة هنطور فيها، وعلشان كده اخترنا منطقة شمال العبور علشان نركز عليها تطويرنا الفترة اللي جاية، واللي تقسيمها بيحتوي على عدد من مناطق الخدمات والمدارس والحدائق، وده معناه إنه هيكون مجتمع عمراني راقي خلال الفترة القادمة، وقربها من عدة طرق ومحاور رئيسية زي الدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، واللي هيخليك قريب من أي مكان، وكمان محطة القطار الكهربائي اللي هيربط المدينة بالعاصمة الإدارية ومدينة العاشر من رمضان ومحطة مترو عدلي منصور، بالإضافة لوجود أرض مخصصة لبناء جامعة حديثة وأكبر حديقة مركزية في المنطقة، بالإضافة لعدد من المولات والملاعب. كلمنا واحجز شقتك قبل زيادة الأسعار، واختار طريقة السداد اللي تناسبك. مع إنماء المعمارية، استثمارك في المكان الصح.